يا مساء الخير واهلا وسهلا بكل جماهير النادي الاهلي العظيمه. الحقيقه حلقه جديده طبعا والسادسه، بس اسمحوا لي قبل ما ندخل في مواضيع حلقتنا وفي اخبارنا وفي ضيوفنا نقف كده وقفه او نقطه نظام. الحقيقه يمكن انا صحيت النهارده على زلزال، يعني مسجات كتيره جدا ومكالمات كتيره جدا وناس كتير جدا بتتكلم وفي حاله غضب واستفزاز. الحقيقه يمكن بعض الكلام اللي ظهر على مواقع السوشيال ميديا على بعض وسائل الاعلام في بعض القنوات المختلفه امبارح الحقيقه اللي استفز جماهير النادي الاهلي بشكل كبير. واحنا زي ما اتفقنا مع حضراتكم من اليوم الاول، مبدانا ومنهجنا وسياستنا في قناه النادي الاهلي ان احنا ما بنجرش لاي نوع من المهاترات، ما بنردش على اي نوع من انواع الاستفزاز، ومركزين بشكل كبير جدا مع فرقتنا، بنسيب اللي بيتكلم بيتكلم وما بنحاولش ان احنا يعني ننجر للحته دي، لان احنا هدفنا هو تحقيق مكسب، تحقيق بطوله، تحقيق انجاز للنادي الاهلي، ولو اتجرينا للحته دي مش هنخلص ومش هنركز مع فرقتنا او فرقنا في اي رياضه واي مجال. لكن في الحقيقه اللي حصل امبارح ده بمثابه صدمه. ليه بقول كده؟ لانه في اوقات كتيره جدا، وطبعا يمكن ده مكشوف بالنسبه للجمهور ومكشوف لينا احنا كمان في وسائل الاعلام، احنا بنشتغل في الاعلام بقالنا سنين طويله جدا وفاهمين انك انت تستفز قاعدة أو شريحة معينة من الجمهور عن طريق استفزازه أو عن طريق إثارة غضبه، ده شيء بيحقق نسبة مشاهدة كبيرة جدا، خصوصا لو كنا بنتكلم على جمهور بحجم جمهور النادي الأهلي، واحد من أكبر أندية العالم، واحد من أكبر الحقيقة الجماهير أو الأندية اللي بتتمتع بجماهيرية كبيرة جدا على مستوى العالم. فأنت لما بتتكلم في تصريح يستفز أو يثير غضب، أنت بتتكلم في تصريح يستفز الملايين، وده بالتاكيد ليه مردوده على مستوى نسب المشاهده. احنا فاهمين ده كويس، واعتقد ان النهارده شريحه كبيره جدا من جماهير النادي الاهلي فاهمه ده، وكان ممكن اكتفي بالردود اللي قالتها واللي كتبتها واللي علقت بيها جماهير النادي الاهلي على الكلام اللي اتقال. لكن الحقيقه فيها اشياء كتير جدا مغلوطه، تحس انك انت امام مسرحيه هزليه، يعني عارف امنعوا الضحك، هو بالظبط كده ده الامر اللي ينطبق على ردود الافعال طبعا اللي اتقالت او اتكتبت تعليقا على كلام كابتن سيد عبد الحفيظ. انا مش هتكلم على ومش هعلق على كلام وتصريح كابتن سيد عبد الحفيظ، لكن الحقيقه صدمتني فكره انك تحاول تروج دايما لفكره المصداقيه او الموضوعيه او المهنيه في تناول اي شيء او اي خبر يخص النادي الاهلي، وان ده يكون شكل التعامل مع تصريحات مدير الكوره في النادي الاهلي، على الرغم وانه على شاشه نادي الزمالك على سبيل المثال. انا اخدهم نقطه نقطه الحقيقه مع حضراتكم، اتكلموا واستفسروا وفردوا مساحه طويله جدا، مساحه عريضه جدا، منها كان تساؤل على ليه بتجيب سيره المنافس، يعني ليه التساؤل كده، ليه كابتن سيد عبد الحفيظ بيجيب سيره المنافس، ما تركز مع ناديك. ده تحديدا خلاصه او ملخص تقريبا حوالي ربع ساعه من الكلام على شاشه نادي الزمالك الاولى، لان في شاشه نادي الزمالك بشرطه دي هنتكلم عليها تاني، شاشه نادي الزمالك قناه نادي الزمالك الرسميه. في الحقيقه انه اذا كان في حد بيجيب سيره المنافس فهي قناه نادي الزمالك، والحقيقه ان كل برامج نادي الزمالك بتتكلم على النادي الاهلي اكتر ما بتتكلم على نادي الزمالك، والحقيقه انه حتى في الاعلام اللي بيصف نفسه بالمحايد او الموضوعي او المهني سميه زي ما تسميه، شكل التناول فيما يتعلق بالنادي الاهلي، موضوعات تخص النادي الاهلي مختلف جمله وتفصيلا عن تناول بيتعرض ليه او بيقع على تصريحات مسؤولي نادي الزمالك. واذا كانوا بيحسبوا انه تصريحات كابتن سيد عبد الحفيظ بتعتبر تجاوز وبتعتبر إثارة للفتن وإثارة للتعصب، أنا ما سمعتش أي صوت الحقيقة من الأصوات اللي اتكلمت امبارح بتتناول أي تجاوز حصل من أي مسؤول في نادي الزمالك، بداية من رئيس من مستوى رئيس نادي الزمالك وصولا للاعب من أجبال أو من فرقة شباب نادي الزمالك. اتكلم بقى على متحدث رسمي، واتكلم على مدير كورة، واتكلم على مسؤولين، واتكلم على إعلاميين طول النهار داخلين في حالة من حالات الهزل الحقيقة، في حالة من حالات عدم الموضوعية، في حالة من حالات عدم الحيادية، وكل ده الحقيقة هي الأسباب الرئيسية لحالة التعصب الشديدة جدا اللي يمكن مش حاسينها في المدرجات لأن مفيش جماهير، لكن هي بالتأكيد محسوسة وأمر واقع على مواقع التواصل الاجتماعي. مين السبب في ده؟ في حد على شاشة النادي الأهلي في أي برنامج، في أي زميل تطرق بأي شكل من الأشكال للنادي الزمالك غير بكل ود واحترام؟ أنا شخصيا لو كنت بتكلم على نفسي لا اتكلمت في لحظة من اللحظات على نادي الزمالك أو على نجوم نادي الزمالك ورموزه إلا بكل الخير. كلمني على كم الإهانات والتجاوزات والشتايم اللي اتعرض ليها النادي الأهلي ورموزه الحاليين والراحلين، ومحدش تطرق ليها ومحدش علق عليها ومحدش اتكلم على إن ده
بيدعو للفتنة أو للتعصب، وأنه ده أمر مفروض أو مرفوض، أو أنه أمر خارج عن ثقافتنا وعن تقاليدنا وعن أصول ديننا. ما حدش اتكلم في ده. تتكلم على التحكيم، على فكرة ماتشات الدوري كلها مسجلة، وكل موقف أضر بالنادي الأهلي في لحظة أو في مباراة من المباريات، أو كل موقف استفاد فيه منافس للنادي الأهلي، متسجل عندنا، موجود على الهارد ديسك أو موجود على كلاود. ووقت ما نحتاج نفتح ملف التحكيم هنفتحه، لأنه ملف كبير جدا وصعب جدا، وقد يكون مؤثر الحقيقة بشكل كبير جدا على مبدأ العدالة، المبدأ الأول والأهم في أي منافسة رياضية. فأعتقد يعني أنه غير مقبول على الإطلاق. أنه إحنا على فكرة فيما يتعلق بالانتقاد، طبعا النادي الأهلي يخص كل جماهيره، ومسموح لكل إعلامي مدام بيتناول وجهة نظره أو بيتناول رأيه أنه يعبر عن الرأي ده بكل أريحية. لكن في النهاية لابد أن يبقى فيه يعني مساواة في الطرح. إذا كنت بتتكلم على خطأ قد يكون وارد وقد يكون في نفس الوقت مش خطأ، يعني هو في النهاية طبقا لتقييمك أو لمعاييرك أنت، لكن لما يحصل هذا الخطأ وتتناوله لابد أنك أنت تتناول كل الأخطاء المشابهة واللي بتصدر عن مسؤولين كتير جدا في نادي الزمالك. محدش اتكلم على مجاملات اتحاد الكرة أو أحد رؤساء اللجان اللي كانت مسؤولة عن إدارة اتحاد الكرة اللي متسجلة بأمارة الكلاب هاوس. ما سمعتش حد بيعلق على المجاملات لنادي الزمالك أو مخالفة لوائح لصالح نادي الزمالك، ما سمعتش تعليق من أي نوع. وبعد كده بنرجع نتكلم على الموضوعية والمهنية.